يوغوسلافيا وصربيا وكذا، فهذا من احد اجزاء من يوغوسلافيا. كووو يا لا 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 مو مونتينيغرو، المونت كويتي. الله الله الله، دقيقة الرابعة، جول مبكر من يوسف. يوسف عطنا يبا الإعادة، عطنا الإعادة، فاجأنا فيها يوسف. تو الناس يوسف يقول لعيبة جول خلاص، بعد تو الناس ما فيها، بعد ما فيها استئذان، فاول جول. شوف شوف المسافة، علي طالب صحيح انك يعني ايضا مسافة بعيدة لازم تصيدها، لكن ايضا مكان صعب، مكان صعب الصراحة، مكان صعب من يوسف الى مشاري العازمي اللي طالع له طويله ملعوبه، والتقدم الى الخلف وقد والجول. الله الجول جول الجول جول ياي الجول وياي، والربع ساعه الاخيره والتعادل باخر خمس دقائق. قلت لك هاللاعب برنس والله، يقرق ارقص مثل ما تبي، كمل كمل مستانس بعد يعني خلاص، يعني برنس اثبت انه برنس. فرصه واحده، شوف الشوط الثاني قلت لك كثره التسلل هذه ما فيها شيء، فعلى طول سجل في الدقيقه 40، في الدقيقه 40 سجل برنس هدف التعادل. طويله ملعوبه راح يصفر، خلاص اطلق صفارته يوسف ثويني، الدقيقه 48 يعني معطي ثلاث دقائق وقت بدل الضايع بالتمام، وثلاث ثواني معلن عن نهايه المباراه بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.